كان العرب يدركون بعد استكمال فتح المغرب العربي الصلة الوثيقة بين هذه البلاد والأندلس، فإن عدوتي المضيق اجتمعتا لدى سلطة واحدة في معظم عصور التاريخ. قائد عسكري شجاع من أشهر قادة الفتح الإسلامي وأول من قاد الجيوش الإسلامية في شبه جزيرة أيبيريا، وكانت أول منطقة نزل بها كتبت باسمه فيما بعد، إنه الفاتح الإسلامي الكبير طارق بن زياد في مشهد فتح الأندلس. هو طارق بن زياد، ولد في الخمسينيات من القرن الهجري الأول في إحدى مدن بلاد المغرب العربي. كان والده يقيم في القيروان، وعلى الرغم من حداثة سنه آنذاك اشترك مع والده في معارك الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا. ولد طارق بن زياد في بلاد المغرب في الخمسينيات من القرن الهجري الأول، نشأة إسلامية، وتربى على ظهور الخيل وشارك في الكثير من المعارك منذ صغره. كيف أثرت هذه النشأة في شخصيته؟ كان والده زياد قد اشترك في العديد من المعارك وفتوحات بلاد المغرب العربي، وعلى الرغم صغر سن طارق في الوقت آنذاك، ولكنه شارك مع والده في كثير من الفتوحات الإسلامية. اختلف المؤرخون حول نسب طارق بن زياد، فمنهم من قال إنه عربي الأصل وتحديدا من حضرموت قبيلة الصدف، بينما ذهب الآخرين من المؤرخين وقالوا إنه هو فارسي الأصل. كان والده في القيروان ونشأ نشأة حربية في بلاد المغرب. نعم، بعد طارق بن زياد ما تعلم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم والسيرة والفقه وتربى التربية الإيمانية دي، وكان عينه متفتحة على حركة الجهاد وحركة الحروب الدائرة حوله في بلاد المغرب، رآه موسى بن نصير، التحق بقى بجيش موسى بن نصير. طبعا كان موسى بن نصير ده كان يعتبر حاكم المغرب كله. نعم. من قبل مين؟ من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان. نعم. دولة المروانية. بدأ يلفت نظره قوي أو يلتفت إلى طارق بن زياد، وإن ده شاب ما شاء الله متوقد، الذهن بتاعه متوقد، ولما يتكلم معاه في معركة معينة أو في موقف معين يلاقي الردود بتاعته ردود حلول مبتكرة. نعم. ردود ابتكارية. جهز موسى ابن نصير حملة كبيرة لفتح الأندلس يقودها طارق بن زياد لخبرة أهل المغرب بمسالك هذه البلاد. كان هناك ترقب وتخوف من عبور المحيط، لكن كان هناك اتخاذ قرار كبير من موسى بن نصير في شخص طارق بأن يقود هذا الفتح. ما هي أسباب فتح المسلمون بقيادة طارق لبلاد الأندلس؟ كانت بلاد الأندلس على مر عصور الفترات التاريخية مرتبطة ارتباط وثيق ببلاد المغرب العربي، ليست بغريبة ولا بعيدة عن المغرب أبداً، كانت مرتبطة ارتباط وثيق، فكان للعرب المسلمين من استتمامهم لفتح بلاد المغرب العربي إن هم يتجهوا لفتح بلاد الأندلس. تخوف الخليفة الوليد بن عبد الملك في الفترة دي من أن يغامر بالجيش الإسلامي في كما قال بحر عظيم الأهوال، ولكن موسى بن نصير أرسل إليه كتاب يقول فيه ما هو ببحر ولكنه خليج يصف صفة الناظر في الجهة الأخرى. كان هناك ترقب من هذه الخطوة فتح بلاد الأندلس. نعم نعم، ودي الخطوة اللي كانت عبور المحيط، لكن العبور نفسه، عبور المحيط ده من خلال المضيق، هل ده طب بلاد الأندلس شكلها إيه؟ طب هتتقبلنا ولا مش هيبقى؟ رغم أنها ليست بغريبة عن بلاد المغرب. نعم ليست بغريبة، ولكن أيضا ملة غير الملة وأناس مختلفين حتى في الجنس وفي اللغة وفي العادات وفي كل شيء، وإنت لو هتروح لهم هتروح لهم غازي. نعم. هيتقبلوا متبلو، إن هزمت إيه اللي هيحصل؟ ولكن سمع موسى بن نصير بنصيحة الخليفة الوليد وأرسل سرية استطلاعية بقيادة طريف بن مالك قوامها 500 جندي،
حتى يعبروا لبلاد الأندلس للاستطلاع. كان طارق ابن زياد صادق العزيمة، قوي الشكيمة، شديد البأس، يمتاز بحسن الكلام وقوة البنيان والقدرة على التأثير في قلوب سامعيه. كيف أثر طارق ابن زياد في اتخاذ القرار بفتح الأندلس؟ فبدأ طارق ابن زياد نفسه يحدث موسى بن نصير في فتح الأندلس. ليه؟ زي ما قلنا كان يليان ده صديقه، ويليان ده كان من الأندلس، وبدأ يكلمه بقى عن بإيه بلاد الأندلس وإيه الحكم اللي هناك عامل إزاي، وإن الناس كلها لزريق ده يعني حاكم الناس بالحديد وبالنار زي ما بيقولهم، وإن الناس عايزة تتخلص من هذا الحكم. فلو لقت حكم رشيد ولو لقت ناس تانيين تذهب إليه، هيحققوا العدل وهيحققوا السماحة. وهو شايف يعني هو نفسه يليان كان شايف ده في المجتمع المسلم، لأنه تعامل مع طارق، شايف ده وكان شايف ده في أخلاق المسلمين، فكان حابب إن الأخلاق دي تنتشر عنده في الإيه في البلاد بتاعته، مع إن هو مسيحي. وبالفعل خد طارق بن زياد القرار، أو خد موسى بن نصير القرار، ودفع بطارق بن زياد في أربع سفن حربية هي اللي نقلت، وبرضه للسفن دي اللي جهزها لهم ليليان ده، ليليان اللي هو الأندلسي ده. اجتمعت الجيوش والسفن لطارق بن زياد وذهب لعبور المضيق الذي سمي باسمه فيما بعد. تجهز جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد لعبور المضيق، وعبروا بالفعل المضيق عام 92 هجرية 710 ميلادية، ونزلوا في منطقة الجزيرة الخضراء. فطارق بن زياد لمس في الجيش بتاعه يعني احنا هنعمل ايه، طب احنا لو هنهرب في المغرب، لو هنهرب في ورانا ارض هنهرب، طب هنا البحر ورانا هنعمل ايه؟ البحر خلفنا. فقال لهم كده اللي احنا حافظينه كلنا وحتى ابنائنا حافظينه: البحر العدو من امامكم والبحر من خلفكم، ولا منجاة ولا ملجأ لكم بعد الله الا سيوفكم. نعم. تمام. فهنا شحذ العزيمه كويس وقال لا لهم مصير الا الفتح، وقال لهم والله انها لساعات وان النصر مع الصبر، وده كان تواصل المسلمين دائما. استمرت المعركه حوالي 8 ايام، انتهت بان انتصر طبعا الجيش المسلمين. قيل ان رزريق قتل في المعركه، وقيل انه هرب، وقيل برضو انه غرق في البحر المجاور. شهدت بلاد الأندلس استقراراً ملحوظاً خلال تأسيس الدولة الإسلامية بها، فقدم المسلمون إنجازات ثقافية كبيرة خلال حكمهم الذي وصف بالعصر الذهبي. بعد فتح الأندلس أصبحت لكل أوروبا منارة حضارية كبيرة جداً أسسها حقيقة. المسلمون ده حقيقة كان من نتائج فتح الأندلس. طبعا استمر طارق بن زياد في فتح المدينة تلو الأخرى في الأندلس، انطلق إلى طليطلة وفتحها، وانطلق إلى إشبيلية فيما بعد موسى بن نصير، وفتحوا ماردة وفتحوا استجا، وتوالت الفتوحات في بلاد أو مدن بلاد الأندلس، وأصبحت الأندلس منذ هذا العهد منارة لأوروبا بأكملها. نعم، هو ده الفرق أو جوهر الفتح الإسلامي. ناس كتير تسأل إحنا ليه بنسميه فتح إسلامي وليه بنسمي التاني غزو؟ إحنا فعلا فتح إسلامي. ليه فتح إسلامي؟ لأن إحنا أو المسلمين لما كانوا بيخشوا بلد مش همهم إنهم يتملكوا وياخدوا بقى الأموال ويحصلوا على المتاع وغرض، لا بالعكس، ده هم كانوا بيعيشوا حتى مع المختلفين معهم في الدين، كان بيكون لهم سماحة معهم أكتر حتى من أهل الدين نفسهم، وكانوا بيأسرهم على نفسهم. كمان كانوا بينشروا العلم في الفترة دي. شوف بقى جامعة قرطبة، وشوف بلاد الأندلس بكل ما فيها من جمال وكل ما فيها من طبيعة ساحرة، كانت يعني أرض خصيبة جداً لانتشار العلم. كان من نتائج الفتح قامت دولة إسلامية كبرى بقيادة الأمويون في الأندلس، استمرت حوالي 400 سنة، إلى جانب الامتزاج الحضاري والثقافي اللي قام به المسلمين مع سكان الأندلس الأصليين. كان هذا الفتح بداية تواجد الإسلامي في بلاد الأندلس لنحو 800 عام تقريباً. خلال هذه الحقبة أسس المسلمون حضارة عظيمة اعتبرت فيما بعد منارة للأوروبيين خلال حقبة العصور الوسطى.